ينضم إلينا الزميل علاء الدين صلال مراسل الغد. علاء، إلى ما آلت الأوضاع على وقع الاحتجاجات في فرنسا؟ نعم حسين، بحسب وزارة الداخلية أكثر من 994 معتقلا ليلة أمس، فضلا عن إصابة أكثر من 70 رجل شرطة ودرك في المواجهات التي اندلعت في عدد من المدن الفرنسية وفي ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. هنالك كان عمليات لقطع الطرق في عدد من ضواحي العاصمة، وأيضا عمليات نهب وتخريب للممتلكات العامة وبعض المتاجر، فضلا عن قيام عدد كبير من المتظاهرين في مدن فرنسية متفرقة بالاعتداء والهجوم على مراكز تجارية وأيضا ممتلكات عامة. على سبيل المثال، في الشرق الفرنسي في مدينة ستراسبورغ كان هنالك عمليات نهب وأيضا إحراق لعدد من المراكز التجارية. في الشمال الفرنسي كان هنالك عمليات قطع للطرق، وبالتحديد في مدينة ليل الفرنسية كان هنالك أيضا عمليات إحراق وتكسير لبعض الممتلكات العامة. في الغرب الفرنسي وفي مدينة نونت وأيضا رين كان المحتجون قد واجهوا الشرطة الفرنسية بإلقاء الألعاب النارية بشكل مباشر على رجال الأمن، وأيضا إلقاء الزجاجات الحارقة وقيامهم بقطع الطرق وإحراق عدد كبير من حاويات القمامة في محاولة منهم لمنع قوات الأمن من التقدم باتجاه أماكن تجمع المحتجين والمتظاهرين. أيضا في العاصمة الفرنسية باريس وبالتحديد في الدائرة 13 كان هنالك ليلة أمس عملية قطع للطرق من خلال إشعال وإضرام النيران في الشوارع لمنع القوات الأمن من الوصول أيضا إلى أماكن تجمع المحتجين والمتظاهرين. أيضا في الجنوب الفرنسي في أكثر المدن اشتعالا يمكن القول، وبالتحديد في مارسيليا كان هنالك خبر يتحدث عن قيام أو حدوث انفجار في المرفأ القديم في المدينة، لم تعرف أسبابه حتى هذه اللحظة، لكن بحسب السلطات الفرنسية فإنه لا يوجد هنالك خسائر في الأرواح وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب هذا الانفجار. طيب هذا بالنسبة للخسائر كان قد طلب في السلطات الأرواح الفرنسية. نعم لا توجد، ولكن ماذا عن الخسائر المادية؟ هل هناك تقارير رصدتها؟ بالنسبة للخسائر المادية بحسب آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الفرنسية، قالت بأن هنالك أكثر من 1350 سيارة تم إحراقها، فيما تعرض أكثر من 250 مبنى للحرق أو التخريب، فضلا عن تسجيل أو إحصاء أكثر من 2500 حريق على الطرقات العامة. هذه بالنسبة لإحصائيات الحكومية، لكن هذه الإحصائيات ما تزال غير نهائية. هنالك عمليات إحصاء للخسائر المادية أيضا التي تعرضت لها بعض المدن، حيث قام عدد كبير من المحتجين بإضرام النيران في بعض المكتبات العامة وأيضا في بعض المرافق العامة والبلديات. هنالك أيضا كان تخصيص عدد من الأموال ستقدم لهذه البلديات لتعويضها وتعويض هذه الخسائر، لكن في بالمقابل المحتجون كانوا قد حاولوا أو في الليلة الماضية كثير منهم قام بالاعتداء على مراكز تجارية وأيضا شركات عالمية وماركات عالمية، قاموا بتكسير هذه المتاجر ونهب وسرقة جميع محتوياتها، تم رصدهم من خلال الفيديوهات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأحداث كانت كثيرة إنجاز التعبير في المدن الجنوبية بالتحديد في مدينة ليون ومونبلييه وأيضا مارسيليا، فضلا عن الشرق الفرنسي في مدينة ستراسبورغ، لكن إلى الآن لم تصدر الحصيلة النهائية عن حجم الخسائر الكلي التي تسببت به هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات الغاضبة من قبل الفرنسيين. نعم، وبالتأكيد نحن ننتظر هذه الحصيلة، ولكن على اليوم سيتم تشييع جثمان الشاب القتيل، ما هي أبرز مطالب عائلته قبل عملية التشييع؟
في الحقيقة بعد نحو ساعتان من الآن سيكون هنالك حضور لمن يود تقديم التعزية لعائلة نائل. أيضا سيكون هنالك في الطرف سيتم الإغلاق الاستقبال أو استقبال المعزين في تمام الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، وبعد ذلك سيكون هنالك مراسم الدفن حيث ستؤدى صلاة الجنازة على نائل المراهق الذي قتل على يد قوات الشرطة الفرنسية في تمام الساعة 1:30 بتوقيت باريس. لكن الجدير بالذكر بأن محامي العائلة ياسين بوزرو كان قد طالب بالصحفيين بعدم التوجه إلى أماكن الدفن وعدم حضورهم مع عدساتهم، وطالب أيضا في البيان الذي أصدره أن يكون هنالك احترام لخصوصية العائلة في هذا اليوم، وشكر كل من سيلتزم بهذا الأمر. أيضا من جانبها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد خصص أحد مساعديه للتواصل مع عائلة نائل وتقديم التعازي لهم، لكن هنالك من يحاول تجيش الشارع الفرنسي من خلال هذه القضية وكسب أو اغتنام الفرصة لتجيش الشارع في مواجهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة. لكن كما ذكرت بعد نحو ساعتين من الآن سيكون هنالك حضور للمعزين في منطقة نونتير في المكان الذي تم قتل الشاب أو المراهق نائل فيه. بعد ذلك بعد ساعة سيتم إغلاق هذا الاستقبال لتنقل الجثة إلى حيث سيتم الصلاة عليها بعد صلاة الظهر اليوم، ومن ثم ستتم مراحل الدفن. لكن الأكيد بأن المحامي أو محامي العائلة من خلال طلبه عدم حضور الصحفيين وعدم التجمهر واحترام خصوصية العائلة في هذا اليوم له إنجاز التعبير تداعيات وتحسبا لوقوع أي أعمال عنف وشغب على غرار التي تحدثت في المسيرة البيضاء التي انطلقت أول أمس وكانت على رأسها والدة الشاب المقتول نائل، وحدثت مواجهات عنيفة بين المحتجين ورجال الشرطة. هنالك حالة من التخوف، لذلك على ما يبدو محامي العائلة ياسين قد أصدر هذا البيان لتتم مراسم الدفن بكل سلاسة وبكل هدوء، خصوصا وأن العائلة ما زالت تحت تأثير الصدمة وأيضا تحسبا لأي أعمال شغب وأعمال عنف قد تؤدي إلى عرقلة دفن الشاب الذي قتل. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل علاء الدين صلال مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة باريس. شكرا.